السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي ازيكم عاملين ايه؟ حبيت ابدأ بالمقدمة القوية دي، احلى تشكيلة محاشي بطة محمر وملوخية. هنسمي بسم الله ووريكم بقى المحشي الجبار. شايفين يا جماعة المحشي عامل ازاي؟ ما شاء الله، خطير خطير، تحفة. تشكيلة محاشي وبطة محمر، شايفين؟ وبتنجان وملوخية خضراء، حاجة كده من الاخر تحفة. ايه رايكم بقى؟ قبل بقى ما نقول مقدرنا وعملنا السفره التحفه دي ازاي، ما تنسوناش في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب. يلا بينا بقى نشوف عملنا احلى تشكيله محاشي ازاي وبط محمر وايه كانت مقاديره. بقى الورق من عليها شويش كده تطلع معاكي بمنتهى السهوله. شايفين يا جماعه الورق عامل ازاي؟ تلفي كده اهو. طبعا هي اتبهدلت مني لان انا اللي كنت شايلاها، شايفين؟ لكن طبعا الورق الكويس هناخده، والورق اللي مش كويس دي استعمالات تانية هقول لكم عليها. تطلع منك معاكي بمنتهى السهوله. تيجي تقلبي كده تشيلي الورق وكله هيبقى بالطريقه دي. هي ما شاء الله كرومبايه كبيره اهو، كل ورق طالع ما شاء الله. خلاص حبايبي، شلت الورق لحد لما وصلت للحجم ده، عشان انا هسلقها معاكم بطريقتين، الاثنين اسهل من بعض. الطريقه اللي تريحك اعمليها. تبداي تنغزي بقى السكينه، هتحاولي تفصلي كده الجزئيه دي عن الكرومبايه من جوه، الورق بتاع الكرومب يعني. تطلع معاكي ومنتهى السهوله. دلوقتي هنسلق الكرومب، دي اكبر حل عندي. هنحط بقى في الميه السخنه دي معلقه كبيره من الملح، معلقة كبيرة من السكر، وهناخد شوية من الكمون. تمام، قلب كده. خلاص المية غليت، ننزل بقى بورق الكروم، ورقتين ورقتين كده على السريع، ما تكدسيش عشان الورق ما يكسرش منك. خلاص مش هتاخد وقت، يعني اقل من دقيقة وبتطلعيه. تبدأي تنزليه كده لحد لما تدبل معانا خالص، بس ما تتهريش، انا هوريكم هنطلعها ازاي. خلاص نبدا نطلعها. شايفين الورقه؟ تمسكيها كده تلاقيها خلاص طريت معاكي. بقول لكم يعني مش بتاخد حاجه خالص، ثواني اهو. دي اول طريقه للسلق، تقدري انك انت تفصلي ورقه ورقه وتسلقي كده زي ما احنا عملنا على السريع. الطريقه الثانيه هوريها لكم دلوقتي. الطريقه الثانيه بتجيبي الكرومبايه بتاعتك زي ما الحله بتاعتك تساعي، تقلبيها كده على وشها وتسيبيها كده شويه لحد لما الورق يبدا يفصل ويتاثر بالسخونيه بتاعه الميه. الطريقتين سهلين، يا الكرومبه زي ما هي كده وتفصلي الورق، يا اما ورقه ورقه او ورقتين ورقتين. هستنى بس شويه كده تبدا تفصل الورق واقلبها وهنشوف هنطلع الورق ازاي. ابدا بقى ان انا اقلبها، طبعا سخنه مولعه، خدوا بالكم على ايديكم اهو. شايفين بكل سهوله، ونسيبها برضو شوية كده وهنطلع الورق مع بعض. فين تضغطي عليها كده وتبدأي بقى تطلعي كده اهو، ما شاء الله الورق معاكي بيطلع بمنتهى السهولة اهو. انا وريتك الفكرتين والمناسب ليكي تقدري انك انت تنفذي. خلص انا بقى الكمية كلها وهرجع لك تاني نشوف هنقطعها ازاي مع بعض. يلا حبايبي عشان نفصل الكروم، ما شاء الله الورق بتاعه جميل وابيض وزي الفل. في تكه بقى بعد لما نطلع من ميه السلق نغسله تحت ميه جاريه، مهم جدا الخطوه دي اهو. عاوزه اوريكم طريقه تقطيع الكروم، مفيش اسهل منه. تبرمي كده، والحجم بقى تشيلي بقى الحاجات اللي ملهاش لازمه دي، وتعملي بقى الحجم اللي انت تحبيه. انا بحب الحجم اللي هو الوسط، لا كبير قوي ولا صغير قوي. تمام اهو. هنعمل التسبيكة اختصارا للوقت. جبت حلة حطيت فيها شوية زيت، وحطيت معلقتين كبار من الزبدة او السمنة المتوفر عندك، وجبت بصل وفرمته. انا طبعا هزود التسبيكة شوية لان انا هعمل كوليكشن محشي، زي ما قلنا في فيديو المشتريات هنعمل الكرنب وبتنجان وكوسة وفلفل، فهزود التسبيكة شوية. وسبت كده قد بصلاية مفرومة على جنب، وهقول لكم هنعمل فيها ايه. هندبل بقى ايه البصل بتاعنا كده ونشوف باقي خطواتنا. خلاص بدأ البصل بتاعنا يدبل، وعندي هنا 3 فصوص توم فريش. وطبعا انا عارفه ان في ناس ما بتفضلش ان هي تحط توم على المحشي، لكن انا عاوزاكم تجربوه يا جماعه. لما تضيفوا توم مش هتخسروا حاجه،
وهتحسوا قد ايه الفرق في الطعم وفي الريحه كمان بتاعه المحشي. نشوح كده الثلاث فصوص ثوم الفريش دول مع البصل لحد لما الريحه بتاعته تطلع علينا. انزل بقى بالتوابل، ملح، كزبره ناشفه، بابريكا، كمون، فلفل اسود، سبع بهارات او في بهارات محشي بتتجاب من عند العطار. ملاحظين ان قبل ما بحط الطماطم البيوري اللي انا عاملاها بشوح التوابل مع البصل عشان الزيوت اللي في التوابل تطلع ويبدا الايه المحشي كده ريحته حلو. كل التكات اللي انا بقول لكم عليها دي يا جماعه بتفرق في الطعم قوي. شايفين؟ مش قادره اقول لكم على الريحه بجد عامله ازاي، نفسي تكونوا معايا. خلاص كده تمام. عندي هنا الطماطم اللي انا كنت عاملاها معاكم في حلقه بسم الله، حلقه الروتين الحلقه اللي فاتت. ضربه معاهم ايه بقى؟ فلفلايه رومي، فلفلايه سبايسي، وعندي كانت فلفلايه حمراء كبيره حطيتها. طبعا الفلفل دي قيمه غذائيه وبيدي كمان تيست عالي جدا جدا للمحشي. طب لو مش متوفر عندي فلفل احمر احط فلفلتين رومي مع واحد سبايسي. الفلفل مع الخلطه بتاعت المحشي بتكون حلوه قوي. خلاص انا مش ضربه، لو ملاحظين الطماطم مش ضربها بيوري قوي، سايبه فيها قطع كده. نسيبها بقى نغطيها ونسيبها تتسبك ونشوف باقي خطواتنا. نشوف اخبار التسبيكه بتاعتنا ايه. ما شاء الله ريحتها جايبه، يعني مش قادره اقول لكم على ريحتها يا جماعه. تمام اتسبكت تمام. هننزل بقى بالرز بتاعنا مصري مغسول، كميه الرز تضيفيها على كميه المحشي يعني بنسبه تقريبيه، يعني كميه المحشي اللي انت هتعملي. انا هزود الخلطه شويه عشان انا زي ما قلت لكم هنعمل كذا نوع محشي النهارده. قلبته بقى، نقفل عليه، والتشويحه دي مهمه للرز كده بتدي طعم احلى على النار. نحط بقى الخضره، بس ما نحطش الخضره والنار شغاله، يعني خلاص تقفلي بقى هي من السخونيه. واخر حاجه خالص هننزل بالبصلايه المفرومه اللي انا قلت لكم عليها، تدي تيست عالي قوي قوي. وخلاص خلصنا المحشي بتاعنا، حاجه كده تحفه. وهو لسه سخن كده ابدا ان انا اقلب واشرب الرز من التتبيله الحلوه دي. خلطه بردت معانا ونقلتها في الطبق. شايفين ما شاء الله الخلطه حلوه ازاي ولونها محمر، ما تبخليش عليها لا بالطماطم ولا بالخضره، شبت وبقدونس وكزبره الاثنين بالتساوي، ما تقلليش حاجه منهم. هنبدا ان احنا نسمي بسم الله ونحشي. طبعا تقوير الكوسه والبتنجان انا كنت عاملاها معاكم على القناه للمبتدئين او لسه العرايس، هسيب لكم اللينك اسفل الفيديو. خلاص تكه هنا ايه بقى، ما نملاش قوي البتنجان ولا الكوسه، تبقى فاضيه كده. شايفين تتكي عليها تلاقيها طريه كده. والفلفل نفس الموضوع، انا هحشي معاكم ايه حاجه كده بسيطه من كل حاجه لان انا اوريدي عاملاها معاكم قبل كده. اللي عاوزه بالتفصيل تخش على اللينكات. ما تملاش قوي الرز، مش قادره اقول لكم الخلطه بجد ريحتها يعني فوق الروعه اهو. والكوسه كده دخلي كده كميه الرز، شايفين مفيش اسهل من كده، لفي كده بايدك وندخلي بس. خلاص ما نملاش قوي. يلا بقى عشان اوريكم الكرنب. دلوقتي هنعمل الكرنب. بتجيبي حله والعروق بتاعه الكرنب بتقطعيها وتحطي جزرايه براحتك خالص، مش عاوزه تضيفيها خلاص، بس في تكه ما تفرديش الورق بتاع الكرنب، تقفلي النهايه بتاعه الحله، سيبي العروق كده مفرغه. عشان هقول لكم على تكه في التسويه، الناس اللي بتشتكي ان مش بيعرفوا يسوي الكرنب، من قلبه بيبقى ني ومن هنا الطروف مستويه. تقطعي العروق صغير وتحطيها، تحطي بقى كده ايه، تفردي الرز اهو وتلفي. شايفين الجمال اهو، وترصي الرصه بقى اللي تعجبك لحد لما تخلصي الكميه كلها. هعمل معاكي واحده ثانيه واكمل انا بقى ونشوف هنسوي ازاي. ما شاء الله كرنب جميل جدا، اي زياده تطلعيها. شايفينه محندق ازاي وجميل اهو. ونرص كده عشان انا مش باينه قوي قدامي عشان التصوير. خلص انا بقى بنفس الفكره وارجع لكم تاني. هنعمل بط مع المحشي. المحشي لزوم البط طبعا، واي حاجه المتاحه عندك اعملي. البطايه دي انا عملتها معاكم كتير، مغسوله بالدقيق ومتنضفه كويس جدا جدا، ومغسوله بالدقيق والملح والخل والليمون، ومنقوعه لمده ساعتين في خل وملح وليمون.
يعني 4 معالق من الملح، 4 معالق من السكر، نص كوبايه من الخل، وعصره ليمونه، وتحطي القشر بتاع ليمونه بعد ما تغسليها، وتسيبيها ساعتين، ساعه ونص عقبال ما تخلصي حاجه المحشي بتاعتك. تكون البطايه قعدت في المحلول ده، بيشيل الزفاره وفي نفس الوقت بيخليها تستوي معاكي بسرعه جدا. بعد لما شطفتها الشطفه الاخيره اديتها بصلايه بملح وفلفل ودعكتها وسبتها شويه. تمام، ادي الخطوات بتاعه البط المحمر بتاعنا. هتجيبي معلقه من السمنه وهتنزلي بكام فص من المستكه. تمام، تعالي هنا بقى، شايفين ما شاء الله البطايه، بتنزلي بقى من عليها البصلايه عشان بس ما تتحرقش معاكي، مش مشكله يعني، مش هتفرق. بسم الله عشان نديها صدمه وتاخد لون ذهبي حلو كده على الجنبين. حط الرقبه بقى بتاعتها، خدت الصدمه، ننزل بقى بشويه من الفلفل الاسود، ورق اللورا والحبهان مطحونين بودر على بعض، وده عشان تديكي نتيجه احلى وريحه للشوربه اكتر. بصلايه على طماطمتين على جزرايه، كل ده بس في تكه، ما تحطش الملح غير في الاخر خالص عشان ما تاخرش في سواها. بسم الله، ميه سخنه بقى بالكاتل او ميه سخنه تكوني مسخناها عندك عشان نعمل احلى واطعم شوربه بط نسقي بيها المحشي بتاعنا. هغطي بقى طبعا انا كميه البط، لازم البطايه تتغطى بالشوربه بالميه. بس حبايبي رصينا ما شاء الله، بنتي اللي رصه الكبيره البتنجان والكوسه والفلفل ما شاء الله اهو. طبعا لازم نعودهم ان هما يشتغلوا معانا في المطبخ. والكرنب الخطير شايفين، جبت بقى شويه طماطم من اللي انا مصلصاها او صلصه، حطيها كده على الوش عشان تحمر معاكي الكرنب. بصوا بقى التكه دي من عندنا، انزلي كده بقطع من الزبده عليه، لو مش متوفر زبده يبقى زيت، بتدي بقى تيست عالي قوي وبتلمعه، بتخليه كده ايه صباع المحشي كده ليه لمعه. خلاص اهو، نيجي بقى بالمرقه السخنه بتاعتنا نسقي المحشي بتاعنا اهو. هوريكم بقى ايه، مش عاوزين نملى قوي عشان انا بحب اسويه كده على البخار على نار هاديه عشان ما يكونش كده ايه معجن معانا. كده بقى على الكرنب السخن، اسفه الشوربه لازم تكون سخنه يا جماعه، اهم حاجه في الموضوع. بصوا بقى الكرنب عشان التسويه بتاعته للناس بتتلخبط فيه، احرك الايه الحله كده عشان اوريكم منسوب الشوربه يكون عامل ازاي، ما يخطيش الكرنب، يقل عن الكرنب يعني بقراط كده او قراطين، عشان زي ما قلت لكم نسويه كده على نار هاديه. احلى حاجه في الشوربه بتاعتنا الطماطمايه، نحمرها كده عشان تبقى حمرا معانا، بتدي التست حلو قوي للشوربه وبتسكرها كمان. خلاص سقينا الكرنب، عاوزه اوريكم منسوب الشوربه يا جماعه، ما يتخطاش الكرنب. تيجي بقى التكه تغطيه بطبق كده، والبتنجان برده نفس الموضوع اهو، شايفين طبعا بنتي هي اللي حشاه اهو ورصاه ما شاء الله جميل قوي. نيجي بقى نعمل ايه، تكمريه كده بفويل قبل ما تحطي الغطا، وده السر التاني في التسويه عشان ياخد كله تسويه واحده والحراره او بخار يتوزع على كل المحشي، وتحطي الغطا عادي. تمام، والكرنب نفس الموضوع. ولما يستوي بقى هنشوف كل الاكل الجميل اللي احنا عملناه ده على طبق التقديم. خلاص، وده الشكل النهائي للسفره الخطيره بتاعتنا، تشكيله المحشي الرهيبه والبط المحمر والملوخيه الخضراء، هسيب لكم اللينك بتاعها اسفل الفيديو، عاملينها بكل تفاصيلها. شايفين يا جماعه المحشي بيتحدث عن نفسه، تسويه مظبوطه على الشعره، الطعم تحفه تحفه. اتمنى تجربوا الخلطه دي وتعملوا تشكيله المحشي الحلوه دي، وبالف هنا وشفا تجربوها وتبعتوا لي. ما تنسوناش بقى في لايك وشير وسبسكرايب لقناتي على اليوتيوب، وكمان دعوه حلوه، والى اللقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.